فتح الباب امام اللاعبين ان هم يبقوا لاعبين محليين، اعتقد انها تضر بالكره المصريه تحديدا، لان في عناصر واعده وعناصر شباب لازم ياخدوا فرصتهم. لو مش هياخدوها هنا ياخدوها امتى؟ هنجيب بقى لعيبه. وطيب معايا الكابتن الكبير كابتن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الاردني. كابتن شوقي اهلا بيك. اهلا، ازيك يا كابتن؟ ازي حضرتك؟ ازيك؟ كل سنه وحضرتك طيب، وحشنا جدا يا كابتن. الله يخليك كابتن، ربنا يخلي حضرتك يا رب، ما تنسيش منك. ربنا يخليك وموفق دايما، وما شاء الله يعني باين قوي شغل حضرتك على المنتخب الاولمبي. الحمد لله الحمد لله. يعني يمكن احنا بقالنا من ساعه ما بدانا شهر 3 قصه فريق السعوديه، ويمكن احنا قافلين على المنتخب بكل حاجه. ماتشات تونس دي كانت اول مره الناس تشوف الفريق او تشوف اللعيبه بالظبط، او تشوف الاداء او تشوف طريقه اللعب او تشوف الحاجات دي. فالحمد لله كان ربنا كرمنا. يعني كنت بتكلم على دور قدرنا نحقق فيهم حاجه كويسه. اكيد يا كابتن، كنت بتكلم على دور المدرب، وقد ايه المدرب يا كابتن بيخلي اللعيب الناس تشوفه بشكل تاني عن مدرب تاني. حضرتك تتفق معايا في الموضوع ده ولا حضرتك عندك وجهه نظر تانيه؟ لا 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 طبعا بتفق معاك، وده اكيد. يعني حضرتك خليتنا نشوف لعيبه، مش عايز اقول لعيبه الاهلي تحديدا، خليتنا نشوف لعيبه بشكل تاني. الناس قالت الله، طب ما اللعيبه دي في الانديه مش باينه ليه كده بنفس الامكانيات اللي بتبان فيها في المنتخب الاولمبي؟ والله يعني بص، يعني يمكن يعني لو ضربنا مثال، خلينا يعني انا ساعات دغري كريم نزل من ساعه ما النادي الاهلي او الناس شافوه في ماتش تونس بالاداء الراقي اللي هو عمله، بالظبط بالظبط الشغل اللي عمله والحاجات دي وكده، بيتهيألي هو من ساعتها لغايه دلوقتي بيلعب على طول في النادي الاهلي، ما بيقعدش. دي حقيقه، دي حقيقه، ده مثال يعني، دي حقيقه، احنا بنضرب مثال يعني. فممكن يبقى عندنا امثله كثيره، يعني امثله كثيره، اللعيبه كثيره بتبقى بصراحه يعني. وده اللي بتمنى ان خلال المرحله اللي جايه دي يكون في خطوه كويسه وايجابيه بالنسبه للعيبه المنتخب الاولمبي انها تشارك وتلعب، يعني ده يكون حاجه كويسه يعني. اكيد يا كابتن، اكيد بعد المستويات اللي حضرتك وريتها لنا في اللعيبه، اكيد الناس شايفه اللعيبه بشكل ثاني. زي ما حضرتك قلت، كريم نيدفيد ظهر في المنتخب الاولمبي، الناس كلها قالت طب ما كريم نيدفيد فين؟ ناصر ماهر اللعيبه يعني ناصر يمكن بنسبه 80% من الماتشات اللي احنا لعبناها هو بيلعب بصفه اساسيه. ايه رايك في ناصر ماهر تحديدا يا كابتن شوقي؟ يعني كابتن شوقي مش المدرب، كابتن شوقي لعيب الكوره اللي بيشوف اللعيبه. ناصر ماهر بتشوفه ازاي؟ او شايفه ازاي بعد كده؟ لا بص، هو ناصر، خليني اقول ايه، ناصر كان في سموحه بشكل وباداء، والاداء الشكل والاداء اللي فيه لما جه النادي الاهلي، انا شايف ان ناصر محتاج يعني، او طبعا النادي الاهلي فيه اكبر متدربين وفي ناس كثيره وكل حاجه، لكن هو ناصر محتاج بدنيا يوم ما يجهز بدنيا على المستوى بتاعه هيقدر يوصل للهدف، ان يقدر يلعب 90 دقيقه، تبقى شايفه طوال 90 دقيقه برتم واحد او بسيستم واحد. يمكن يعني في اخر ماتش احنا لعبناه كنت بلعبه هو ومحمد محمود جنب بعض بالظبط، ويمكن كان ليها طريقه لعب او اسلوب لعب، كنت هدف فيه الاثنين كانوا عاملين انسجام وشغل كويس جدا 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 في المباراه دي، ويمكن اظهروا جمال اداء لعب المنتخب الاولمبي في المباراه دي. تمام يا كابتن. حضرتك كنت قلت خبر برضو عايز اخد راي حضرتك فيه، ان الاتحاد التونسي بيعتبر لعيبه شمال افريقيا لعيبه محليين. هل القرار ده لو اتعرض على اتحاد الكوره هيكون رد فعلهم ايه يا كابتن شوقي؟ وعايز اعرف برضو لعيبه مواطنين يعني؟ لعيبه مواطنين، يعني الجزائر، مغرب، مصر، ليبيا، تونس فتحت لهم المجال من يوم 19 ديسمبر ان هم يبقوا لعيبه محليه عندهم. والله بص، يعني خليني اقول اقول على حاجه بصراحه، يعني انا مش معقول يكون عندي في القايمه بتاعتي 4 لعيبه اجانب، تمام؟ وعندي اللعيبه الفلسطينيين بيصنفوا ان هم لعيبه مصريين، واللعيبه التونسيين يصنفوا ان هم لعيبه مصريين. ابص لا، في النهايه التاثير كله بيجي على المنتخب للعلم. بالظبط بالظبط، لان انت في النهايه في مراكز معينه ما بتلاقيش فيها لعيبه خالص. بالظبط، يعني زي مثلا في مراكز موجوده في الدوري المصري او في الفرق المصريه اللي اعتماد الكلي عليها، يعني انت بتشوف كل فرقه دلوقتي لما بتلعب بتلاقي الاربعه الاجانب رقم واحد في قلب الملعب. يعني انت بقيت بتختار من 7 لعيبه بس. صح يا كابتن، يعني من 7 لعيبه بس. طب لما يبقى عندك كمان 2 لعيبه توانسه او 2 لعيبه من المغرب او 2 لعيبه من الجزائر او لعيب من كل بلد وكده، مش هتلاقي لعيبه كثيره. المفروض القرار ده يبقى ليه توابع على ما يتطبق، يعني ما يبقاش بنفس الوقت وبنفس السرعه كده.
تمام يا كابتن، يعني مش عايز اطول على حضرتك، اتفضل. وخاصه برضه يا كابتن حبيب، اتفضل. ان احنا لو كنا قارنا نفسنا بتونس هنلاقي ان تونس المنتخب، تكوين المنتخب بتاعهم بيعتمد على اكبر عدد من اللعيبه المحترفين في الخارج. بالظبط بالظبط. فالنهارده هو عنده قوام منتخب. بالظبط. لكن احنا بالنسبه لنا بنعتمد على اللعيبه اللي في الدوري اللي عندنا. كلام جميل جدا ومحترم جدا. بالظبط. القوام ثابت. انا عندي مثلا اللعيبه المحترفين اللي في الخارج كلهم دلوقتي في حدود مثلا اللي بيلعبوا في المنتخب الاول في حدود 10 لعيب مثلا. يعني عندي اكتر يعني اقل من 30% مثلا من قوام المنتخب. بالظبط. هم اللعيبه اللي بتلعب في الخارج. بالظبط بالظبط. طب انا هقدر اعوض ال 70 ازاي؟ لكن بالنسبه لتونس لا، انا العكس. عندهم 70% من الخارج وال 30% من. بالظبط بالظبط، عشان كده ما عندهمش مشكله. صح صح. كابتن شوقي، اخر سؤال اسال حضرتك، الوديتين هولندا واسبانيا ان شاء الله اللي جايين، حضرتك شايف الوديتين دولت عايز منهم ايه؟ تطلع منهم بايه؟ رايحين تعينوا الملاعب، يعني برضو اهتمام غير مسبوق. بص يا كابتن، احنا نحب كل حاجه تبقى منظمه واساسيه. يعني الكامب اللي هنعمله باذن الله هنعمله في اسبانيا. يعني المكان كله في اسبانيا. تمام. وفي منطقه كويسه يعني. تمام. احنا كنا سنه 2006 لعبنا فيها مباراه مع منتخب اسبانيا هناك اللي هي منطقه اليكانت. المنطقه كويسه والمعسكر كويس، لكن احنا بنحب لازم يسافر حد، لازم يعني يكون شايف كل حاجه. جميل. شايف الشكل، شايف المكان، شايف الفندق، شايف ملاعب التدريب، شايف ملاعب المباريات، شايف كل حاجه. هو تعاون ما بيننا، القصه كلها تعاون ما بيننا من شركه رايا مع شركه رايا بتاع الاتحاد الهولندي. تمام. اوروبا. الشركتين دول، الاتحاد الهولندي هو اللي متحمل تنظيم اللقاءات كلها وتنظيم كل حاجه مع الشركه بتاعته. احنا هنلعب مع هولندا مباراه، وجالي الاتفاق على مباراه ثانيه او مباراتين، والاتفاق ده هيكون خلال اسبوع بالكثير. هنعلن اسماء الفرقه الثانيه اللي هنلعبها او الفرقتين الثانيين. تمام. الاقامه كلها موجوده. يمكن الحمد لله يعني منتخب الاولمبي بعد مباراه روسيا والمباراه اللي فاتت وبدا يعمل شكل ايجابي، يمكن كل اللي هيتحمله الاتحاد المصري في الزحله دي كلها تقريبا تذاكر الطيران فقط. تمام. جميل جدا. التحمل على الشركه الراعيه، وده حاجه كويسه انك تلعب. اكيد يا كابتن. اكيد. وتلعب منتخبات كبيره. أكيد. وهي اللي تستضيفك وهي اللي تبقى ما كل حاجه، فده شيء جديد وشيء. أكيد. طيب وشيء. أكيد. كويس. اللي بنتمنى فيه ان احنا نقدر، وكله في الاجنده الدوليه بتاع توقف المباريات. يعني احنا ما نقدرش النهارده مع اعتماد الانديه على لعيبه كتير من عندنا ان احنا ناخد اللعيبه دي اللعبة معانا، يبقى صعب. صعب ان احنا ناخدها خالص. اكيد يا كابتن. اكيد. يعني كل التوفيق لحضرتك. اكيد باب المنتخب مفتوح برضو لو في عناصر. طبعا. اكيد طبعا. طبعا باب المنتخب مفتوح لحد ما نلاقي الاسامي ال 23 لعيب. كل التوفيق ليك يا كابتن شوقي في مهمتك مع المنتخب، يعني حاجه جميله جدا ومستوى رائع بتقدمه مع المنتخب. كل التوفيق لحضرتك مع المنتخب الاولمبي فيما هو قادم باذن الله. كابتن شوقي غريب.